يقوم خليفة القاطن بأحد الأحياء الشرقية ببلدة البياضة بحرق هذه العجلة المطاطية، لا لاحتجاج منه بل كطريقة لمجابهة لسعة البعوض المنتشر بكثرة. وعندنا الذر صغار اللي عمره 12 سنة 13 سنة نبعثوا فيهم يجيبوا لنا فروض نشروا فيهم ب 10,000 روضة عنجال نحرقوا فيها عنجال مش نقعدوا بالبرة في الحشيان. دارين تراسات ب 20 مليون 30 مليون وعمرنا تام لنا 10 سنين ساكنين في البياضة. لنا 10 سنين دارين تراسات ومش تاقيين رقده فيها. ومشينا طايقين نقعدوا لبرا من الناموس، ذرنا تديه للطبيب 100 افيزيتا ويسكك ب 200 300 دواء ويباري. الحمل ديك الناموسيه هيا جينا الحب تاع الناموس هذاك وين الحمل ديك تاع الدوي بالشهر ما كانش. وحنا الطفل تلقاه راقد في الفراش. الدخان الريحه حشاك والوسخ. مشينا طايقين حتى تمشي هكا وسخ داير حاله. سكان حي الأمير يشتكون من تدني الوضع الإيكولوجي، فلا الصغير ولا الكبير سلم من الانتشار الرهيب للمستنقعات ليخبأ الأطفال بهذا الشكل. نعيش في مستنقعات مش في بيئة هنا، مش في بيئة أنا نتاع إنسان وكل شيء. وأكبر دليل أنكم تخرجوا تعاينوا أي شيء، تعاينوا شوفوا الغوط هذا وش داير فيه وش صاير فيه في الحي هنا. هناك ياسر أولاد مرضى، هناك ياسر عمال. أول وقبل كل شيء أنا يعني ساكن عندي 20 سنة، عمر ما نعرف من الساعة السادسة إلى الصباح وأنا في الدار، معنا في المكيف. نستعملوا في حلول تقليدية، نحرقوا الروض ولا نركبوا الناموسية، ومطلبنا ماهوش مطلب صعيب. نطلب السلطات أنه غير يغطينا غير الحشيش هذا يتحل مشكلنا. مشكلنا ماهوش أمر صعب باش وهم متخاذلين، عندنا سنوات نعانوا. واقع فرض على الأهالي استعمال المكيفات على مدار السنة وإعلان حالة الطوارئ لإبعاد الخطر عليهم وعلى أبنائهم والقبول بدخان العجلات. واقع مر يطالب السكان بتغييره بتدخل عاجل للسلطات.